الرحمن الرحيم إذا شك الإنسان في صيرورة الليل يستصحب عدم دخول الليل فيبقى صائما إلى أن يتأكد هذه مسألة الشك في دخول الليل فيها ثلاث ثلاثة تصورات كمعلومات يعني زيادة معلومات عندنا شبهة موضوعية وشبهة مفهومية وشبهة حكمية كلمه شبهه معناها شيء مشكوك غير واضح غير معلوم تاره يشك الانسان في حكم من الاحكام مثلا واحد يسال الكنغر حرام اكله او حلال لا يعرف حكمه هذه شبهه حكميه الغراب الطاووس يجوز اكلهما ام لا شبهه حكميه الموضوع معلوم هذا كنغر هذا غراب لكن حكم اكله غير معلوم احيانا تكون الشبهه موضوعيه الحكم معلوم لكن الموضوع غير معلوم عندنا لحم لا ندري هل هو لحم ارنب او لحم دجاج مثلا او لحم شاة نعلم ان الارنب حرام والدجاج حلال لكن هذا شنو ما ندري سمك ما ندري هذا سمك زبيدي مثلا قطعة سمك نقرور أو سمك قرش قطعة لحم سمك مشبوهة ونعلم ان القرش وكل سمك لا فلسله حرام ونعلم ان النقرور والهامور وما شاكل حلال لكن هذا شنو ما ندري هذه تسمى شبهة موضوعية القسم الثالث مفهوم الكلمة غير واضح شنو معناها الكلمة التي ورد الحكم عليها في الشرع الميسر مثلا حرام واحد يقول الميسر شنو معناه مفهوم الكلمة الميسر حكم معلوم حرام لكن شنو هو الميسر؟ معناه شنو؟ قد واحد يشك فيه. "الازلام انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه". زين كثير من الناس لو تسالهم شنو يعني ازلام؟ يقول ما ادري. ازلام شنو معناها؟ يكون يروح يراجع كتب اللغه. مثلا عاده يمثل بكلمه الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا احنا ندري لازم نتيمم اذا ما كان عندنا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد شنو هو مطلق وجه الارض او خصوص التراب فاذا كان معنى الكلمه غير واضح هذه تعتبر شبهه مفهوميه الان نطبق هذا الكلام على مسالتنا مو قلنا؟ الايه القرانيه تقول الله يقول عز وجل ثم اتم الصيام الى الليل مره واحد يقول عندنا شخص يقول انا شاك الليل صار لو ما صار نقول له ليش انت شاك يعني انت ما تدري الليل شنو هو يقول ادري الليل مثلا اللي يكون اصوم اليه يمتد الصيام الى ذهاب الحمره المشرقيه مثلا مرجعه قايله قايله ترى انت لازم تصوم الى ذهاب الحمره المشرقيه أو يقلد عالم اللي قايل له الليل يبدأ باستتار القرص هاي الحكي اللي البارحة قلنا يقول أنا أدري الليل شنو هو معناه شنو أعرفه وحكمها الحكم أعرفه أنه لازم أصوم إلى الليل بس ما أدري الآن الشمس غابت لو ما غابت الحمرة راحت لو ما راحت هذه يعبر عنها بالشبهة الموضوعية هنا يستصحب عدم مجيء الليل يبقى صائم ممسك الى ان يتاكد ان القرص قرص الشمس استتر او ان الحمره زالت يلا يجوز لياكل ويشرب قد الشبهه اللي عنده شبهه حكميه يقول انا ما ادري المرجع شي يقول لازم اصوم الى استتار القرص او الى ذهاب الحمرة الحكم ما يعرفه هو مو مجتهد هو مقلد نقول له المرجع اللي تقلده شراية بالمسألة يقول والله ما ادري انا هم ما اعرف الحكم ادري الان الشمس غابت لكن الحمرة بعدها موجودة قاعد اشوف الشمس غابت الحمرة موجودة لا وأدري الليل في اللغة يطلق مثلا على استتار القرص لكن مرجعي شنو يفتي شنو حكم الصوم ما يعرف الحكم هذه شبهة حكمية ما يجوز له يستعمل الطعام والشراب إلى أن يسأل مرجعه أو يصبر يحتاط هذا الفرض الثاني قد تكون الشبهه مفهوميه يقول انا اصلا ما ادري الليل متى يبدا كلمه ليل معناها شنو بدايه الليل ما هي نهايه الليل ما هي الليل اصلا يبدا من ذهاب الحمره او من استتار القرص ينتهي بطلوع الفجر او بطلوع الشمس مفهوم الكلمه معنى الكلمه ما يعرفه المفهوم مبهم عنده هذه كل وحدة لها حكم لكن الآن كلامنا لما نقول إلى الليل وإذا شاك في دخول الليل نتكلم عن الشبهة الموضوعية إذا ما يدري يقول أنا أدري المرجع اللي أقلده قايل لي لما تروح الحمرة المشرقية تفطر بس ما أدري راحت لو ما راحت في الشبهة الحكمية يستصحب عدم مجيء الليل ويصبر يلزمه الصبر في المفهومية اكو كلام قد يقبل الاستصحاب وقد لا يقبل كثير من الفقهاء ما يجرون الاستصحاب اذا كانت الشبهة مفهومية طيب هذه مسألة يعني مجرد زيادة معلومات الآية الكريمة صريحة واضحة ثم أتم الصيام إلى الليل. هناك بلدان هذه مسألة موجودة هي من القدم لكن ما كانت معروفة بهالمناطق أنه في بعض البلدان النهار فيها أحيانا قد يطول كثيرا ويقصر الليل بشدة وأحيانا تنعكس الآية فعلا هذا الشيء موجود في كثير من بلدان العالم اليوم موجود وكل زمان تجي فترات من السنه اللي النهار يطول عندهم ممكن يصير اثنين وعشرين ساعه والليل ساعتين وتجي فتره اخرى تنعكس القضيه النهار يصير ساعتين والليل يصير اثنين وعشرين ساعه أيام اللي النهار ساعتين هذولا بالنسبة لهم الوضع كلش زين يصوم ساعتين وصار الليل ساعتين صايم لكن لما يصير 22 ساعة شي يسوي هذا بعد من له الغنم فعليه الغرم يوم اللي يحصل ساعتين يكون يحسب حساب ال 22 ساعة فواجبه الشرعي أن يصوم 22 ساعة مو 22 لو صارت 27 ساعة فرضنا يصير يعني يوم 27 ساعة عادة احنا نقول 24 اي يدعى يقال وظاهر صحيح الكلام بعض البلدان النهار فيها في فترات من السنة قد يطول مو 27 ساعة شهرين ثلاثة أشهر يقال بعضها ستة أشهر والليل في فترات من هالقبيل يصير عندهم يطول أنا عندي واحد من أقاربنا كان ساكن فترة بالسويد بالسويد هاي بلدة المعروفة هو كان ينقل لي يقول لي هناك كثير من بيوتهم أكثر بيوتهم فيها حجرة كل بيت أكو حجرة صابغيها باللون الأسود كلها الحيطان، السقوف، الجامات، سواد في سواد. هذه شنو الحجرة؟ هذه حجرة النوم لأن تجيهم فترات في السنة ممكن ثلاثة أشهر أربعة أشهر ما كل ليل كل نهار ويريدون مكان مظلم يريدون مكان مظلم حتى يقدرون ينامون. هذه حجرة النوم من الطول عندهم فترات النهار كل كم ساعة لما يريدون ينامون يدخلون بهالحجرة. اللي ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها يطب هناك ينام حتى يقدر يغفى يريد له سواد يريد له ظلام زين في مثل هكذا بلد شو يسوي الإنسان بلد النهار ما لها 22 ساعة وليلها ساعتين إيه يصوم 22 ساعة القرآن يقول ثم أتم الصيام إلى الليل بعد اذا القران يقول شيء واحد ما يقدر يناقش في المساله زين ممكن واحد يقول ما اقدر ما تقدر لا صوم تقدر صوم ما تقدر لا صوم يقول اصوم بعض اليوم اللي اقدر عليه ما يصير لماذا لا يصح لان الصيام والصلاه والحج والغسل والوضوء الى اخره هذه مركبات ارتباطيه مركبات ارتباطيه يعني عمل مركب من اجزاء وشرائط بعضها مرتبط بالبعض الاخر ما يمكن التفكيك فيما بينها لو واحد قال والله انا غسل كامل ما اقدر اغتسل عندي طاسة ماي تكفيني أغسل راسي ورقبتي وأغسل النص الأيمن خلاص يخلص الماي شو نقول له؟ نقول له اغتسل نص غسل مثلا لا روح اتيمم أنت ما راح تقدر تغتسل تغتسل غسل كامل وإلا تتيمم وضوء عنده شوية ماي يكفي يغسل وجهه وإيده اليمنى بس يخلص الماي إيه ان قلت توضى نصف وضوء ما عندنا نصف وضوء هذا عمل مترابط بعضه مع بعض ما اقدر اصلي صلاه الظهر اربع ركعات ما اقدر اقدر ثلاثه لا تصلي لو تصلي اربعه لو ما تصلي ما في صلاه ظهر ام ثلاث ركعات اصلي ثلاثه ونص ما فيها ثلاثه ونص هذا شيء مترابط اللي النهار عنده يطول يصوم 22 ساعة يقدر يصوم وما يقولون هالأيام الحاجة أم الاختراع اي هذا لو يعطوه فد 100 دينار عن كل يوم يقولوا له صوم يصوم يشوف له حل يلقى له حل بالنتيجة لكن مو حاسب هذه هذه شمالة الآخرة غالبا مو هالقد يمها لكن مهم فيهم ناس مؤمنين أخيار يسووها اثنين وعشرين ساعة ثلاثة وعشرين ساعة تصوم ورتب أمرك تقدر روح بعد الحجرة الظلمة ادخل سد البيبان ونام نام من الصبح للمغرب بس الساعة هذه من يصير الليل اقعد اكل جيدا في هذه الساعة ونام طول النهار يقول ما اقدر انام انا موظف موظف شوف لك حل شوف لك اجازه بشهر رمضان، لا تاخذ اجازتك بغير شهر، خليها بشهر رمضان. ما عنده اجازه راح يفصلوه من العمل، يقدر يلقى له بعدين عمل ثاني متيسر له، خليه يفصلوه. نعم الحين مره كل الامور كلها تشتد عليه، تنسد من كل صوب مثلا، تلك قضيه اخرى، ما نقول له صوم كذا ساعه، صوم الى ان تتعب، لا. تقدر تصوم صوم كامل افعل، لا تستطيع انت معذور، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا مركب ارتباطي لا يجوز التفكيك فيه. خلصنا من هذا البحث، هناك بحث يرتبط بقضاء الصيام. صيام شهر رمضان اذا لم يؤت به هناك موارد لا بد أن يقضى ذلك الصوم فيها عادة الفقهاء أول شيء يذكرون الموارد اللي ما فيها قضاء يكتبون بالرسائل العملية كل الفقهاء كاتبين لا يجب على الإنسان قضاء ما فات زمان صباه زمان صباه شنو يعني زمان صباه يعني قبل البلوغ ولد مو بالغ الآن بلغ هل نقول له تعال اقضي صومك ما قبل البلوغ لا هو اساسا ما كان مكلف بالصيام القلم مرفوع عنه ولا ما فاته ايام فقدان عقله مجنون واحد كان مجنون فتره اما جنون ادواري او جنون استمراري مطبق فتره بعدين الله عز وجل من عليه بالصحه صار عاقل الصيام اللي فاته أيام جنونه يقضيه له كان خمسين سنة مجنون سنة واحد وخمسين صار عاقل واحد قرالة دعا سواله رقية فك عينه صار صاحي يقضي هذه لا صلاة كانت عليه ولا صيام ما يقضي شيئا هذا معروف الله تعالى أخذ ما وهب سقط ما وجب قضي الأمر اللي ما عنده عقل لا تكليف عليه الرواية الشريفة قبل كم ليله قريت بعض فقراتها ان الله مضمونها ان الله تعالى لما اول ما خلق الله تعالى العقل قال له اقبل فاقبل قال له ادبر فادبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو احب الي منك بك اثيب وبك اعاقب العقل به تكون الاثابه وبه تكون العقوبه إذ لا عقل لا ثواب ولا عقاب ماكو تكليف فالمجنون المغمى عليه مو إلا مجنون شخص تصير حوادث احنا نشوف بهالأزمنة هناك أناس نعوذ بالله تصير عندهم حادثة معينة راسه يندق بالقاع الدعمة سيارة كذا يصير يدخل بحالة إغماء شهرين ثلاثة أربعة بعد ثلاث أربعة أشهر الله عز وجل يمن عليه بالعافية يصحى قد تمر بهالفترة فت تمر فترة شهر رمضان زين ما صام أصلا ما كان ملتفت يقضي ما يقضي لا صلاة ولا صوما العقل شرطن إذن غير البالغ المجنون المغمى عليه الكافر إذا أسلم شخص كان كافر مسيحي كذا سنين طويلة الآن صار مسلم لما كان كافر هو ما كان يصوم يقضي صيامه لا ما يقضي معروف الحديث الإسلام يجب ما قبله <applause> نعم مر علينا أن الكفار على الرأي المشهور بين الفقهاء أن الكفار مكلفون بالفروع يعني لو مات وهو كافر يتحاسب ليش انت كافر وليش ما صليت ليش ما صمت ليش ما حجيت اذا قال الهي انا ما كنت مسلم كان إيه صرت مسلم كان صرت مسلم وحتى تؤدي هذه الاعمال هذا الراي المشهور في الفقه لكن اذا اسلم تفضلا من الشارع الاقدس عليه لا يقضي ما فات هذول ما يقضون هناك اناس يقضون صيامهم اذا فاتهم وياتينا تفصيلهم غدا ان شاء الله